أظن الكل يعرف إن 1975 ده واحد من أهم الأعوام اللي مرت على البشرية، يعني لأن أنا اتولدت سنة 75. أكيد لأ، مش بالضرورة يكون 75 أهم يوم في للبشرية، لكن هو بالتأكيد أهم سنة، لكن بالتأكيد سنة 75 كانت سنة شديدة الأهمية للمجتمع الإنساني، وتحديداً للاقتصاد، وتحديداً أكتر لحركة التجارة العالمية، لأنه من 47 سنة بالضبط وفي نفس ذات اليوم أو في مثل هذا اليوم، 5 يونيو، قناة السويس من بعد 67 اتقفلت، احنا عارفين النكسة 5 يونيو، ثم يأتي عام 1975 طبعا بعد انتصارات اكتوبر في 73، ويجي 74 75 5 يونيو يعاد فتح او تعاد فتح قناة السويس، يعاد فتح قناة السويس مرة تانية، هذا الممر والمعبر الملاحي اللي بيعد واحد من أهم المعابر التجارية على مستوى العالم. في الوضع اللي احنا فيه ده أظن تقريبا حوالي 17%، لو أنا يعني الرقم اللي في دماغي سليم، ممكن أكون مخطئ، يعني 17% من حجم التجارة العالمية بتمر من عندنا، واخد بالك؟ طيب، وقدرة قناة السويس على إنعاش التجارة العالمية، أو لا قدر الله شل التجارة العالمية، وهنا تفهم أهمية قناة السويس من 67 ل 75 كانت عاملة إزاي. قدرة قناة السويس على إنعاش التجارة العالمية أو لا قدر الله شلها قدرة مذهلة تكاد لا تضاهيها أو لا يضاهيها أي ممر بحري تاني في العالم. طب هذا الكلام كلام راجل مذيع، فلنعود ونرجع إلى واحد من أبرز المتخصصين في هذا المجال، وبالتأكيد هو رئيس هيئة قناة السويس، سيادة الفريق أسامة ربيع. أهلا بحضرتك يا سيادة الفريق. أهلا بك يا فندم، أهلا وسهلا. يعني نهنئكم بالعيد 47 لفتح القناة مرة تانية أمام التجارة العالمية سنة 1975. الحمد لله، نهنى المصريين كلهم، الحمد لله رب العالمين. يمكن كنت بقول انه هذا الممر التجاري العالمي ان لم يكن من اهم الممرات بل هو اهمها على الاطلاق، مظبوط؟ طبعا بيعدي قد نتكلم على حتى اتفضل يا فندم، اتفضل يا فندم. لا يا فندم اتفضل. لا كنت بتكلم ان هو يعني حضرتك كنت بتكلم على ان العالم عانى، يعني عانى اقتصاديا من 8 سنوات قفل القناه، وخسروا العالم خسر حوالي 13 مليار دولار في رحلات طبعا عبر رأس رجاء الصالح، مدة أطول، تكلفة أكتر، وخطورة أكبر. بنتكلم على 47 سنة برضو من 75 لغاية دلوقتي، عدى 900 ألف سفينة في قناة السويس، ده يدل على أهميتها، ورقم كبير. 27 مليار طن بضاعة عبروا قناة السويس، حققنا 131 مليار دولار من 47 سنة لغاية دلوقتي، أرقام كبيرة اتحققت يدل على أهمية قناة السويس، وأنها فعلا هي محور التجارة العالمية للعالم كله. احنا نتذكر انه في يعني ماض قريب وقت أزمة السفينة ايفر جرين، العالم كله كان يقف مترقبا، وبجهد أبناء الهيئة الناس كانت متخيلة انه هنقعد 6 و7 و10 أسابيع، لكن احنا في 6 أيام الحمد لله قدرنا نفتح الممر الملاحي مرة تانية. طبعا هي دي ملحمه برضو من البطولات، واللي انا بعتبرها برضو من ضمن التحديات الكبيره اللي كانت بتواجهنا وبتواجه قناه السويس منذ من افتتحت من 153 سنه من 1869. تحديات تالت تحديات، طبعا تحديات سواء كان بيفتحها سنه 75 عاد بيفتحها تمام، كان في 8500 لغم في قاع القناه، فبتطهر 8500 لغم، الخطوره بتاعتهم وكميتهم الكبيره، في 700000 لغم على الضفه الشرقيه، في 35000 طن مخلفات حرب واجسام معدنيه وسفن غرقانه. تعمل الكلام ده في سنه، انت بدات عمليه التطهير دي على فكره في ابريل 74 وتفتتح في يونيو 75، انجاز ضخم وكبير وتحدي كان كبير. طبعا افتتاح قناه السويس الجديده برضه كان تحدي طبعا كبير، لان كان متحدد له 3 سنوات، عملت في سنه واحده، وكانت الكلام عليه ان هو ملهاش لازمه، وان قناه ملهاش لازمه، وايه لازمتها ما فيها قناه واحده لا ليها لازمه.
طبعا. اقول لحضرتك ان بكره ان شاء الله باذن الله يعني خبر لحضرتك بكره ان شاء الله في 80 سفينه معديين في قناه السويس. الله، لو ما كانتش قناه السويس الجديده موجوده ما كانش هيتعبر 80 سفينه، كنا بنتكلم في 45 سفينه 50 سفينه بكثير قوي. فاحنا نقول بكره ان شاء الله 80 سفينه، احنا عدينا 100 سفينه ايام ايفر جيفن لما كانت في 422 سفينه عالقين في السويس وبورسعيد نتيجه الحادثه، فعديناهم ال 422 دول في اربع ايام، احنا اكثر من 100 سفينه في اليوم. تحدي، كل دي تحديات، ثلاث تحديات، والحمد لله ربنا بيكرمنا وبننجح فيها، عشان برضو الشعب المصري ده شعب اصيل، وقناه السويس بتجري في دمائه، يعني بيحب قناه السويس بتجري في دمائه، ودايما احنا بنحب نبشره بالخير دايما. فاقول بكره 80 سفينه ان شاء الله، السنه الماليه تنتهي يونيو ده نحقق 7 مليار دولار باذن الله، يا رب. رايحين 6 مليار، رايحين 6 مليار 300. فبرضه ايه، في المناسبه دي نحب نقول لكم اخبار يعني ان شاء الله تكون سعيده على الشعب المصري. طب ده كده يا سياده الفريق، يعني اولا طبعا ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله، انه احنا اذا وصلنا لرقم ال 7 مليار ده هيبقى رقم قياسي جديد في تاريخ القناة، يضرب نفس الرقم أو بالأدق يضرب رقمها القياسي السابق. آه طبعًا، يعني الرقم السابق كان 6 مليار 300. 300. آه 300، فاهم، بنتكلم على 700. 7 مليار مقفولين بإذن الله. 700 مليار. أو زيادة. إن شاء الله بإذن الله. أو زيادة. إن شاء يا رب إن شاء الله. يا رب يا رب. طيب مسألة إنه أكبر أو أحدث وحدة لإنتاج وتخزين الغاز الطبيعي المسال عدت القناة، يعني حتى لما نيجي نقرا الخبر يقولوا عدت القناة بمنتهى الأمان وفي عملية عبور فريدة من نوعها. المواطن العادي يا ست الفريق هيسأل، هو كانت ممكن تبقى إيه الصعوبة وليه نصفها بأنها عملية عبور آمنة فريدة؟ لأن طبعا دي ده برضه من ضمن التحديات، يعني حضرتك ذكرت طبعا دي أكبر وحدة عائمة لإنتاج وتصنيع وتخزين غاز في العالم. أول مرة تدش من سنغافورة ولسه عامرة أول مرة للقناة. الغطس بتاعها 18 متر تحت المية، أنا بتكلم على عمارة 6 أدوار تحت المية. أكبر غاطس ما كانش بيمر قبل كده، غطس ده أكبر حاجة عملناها قبل كده 17 متر ونص، فدي متر زيادة. كمان في مشكلة كان الارتفاع بتاعها كان كبير 69 متر ونص، وأنت عندك كوبري السلام ارتفاعه 72 متر، بتتكلم على فرق متر ولا متر ونص. عملية حسابية دقيقة جدا، بتتدرس كويس قوي، واتدرس قبلها باسبوع على المحاكي، وحددنا القطرات اللي كم قطرة هتبقى موجودة عليها وكم برش هيبقى شغال عليها. يعني لمدة اسبوع احنا بنشتغل، عينا المركب نفسها دي في خليج السويس لمدة يوم بالكامل في السويس، العباطين بيعينوها والقياسين والناس اللي هتشتغل عليها مع العمال القطرات. لا برضه ده انجاز كبير لقناه السويس ان هي تعبر هذه السفينه بامان الحمد لله، وخدت على فكره 26 ساعه، يعني برضه من ضمن المجهود الكبير، خدت يوم وشويه اكثر من يوم في ان انت تعبر هذه السفينه بسلام وامان زي ما حضرتك قلت. طيب سياده الفريق، اذا ما كناش عملنا قناه السويس الثانيه، واذا ما كناش عملنا عمليه رفع الكفاءه وتعميق وتكريك القناه المستمر والتحديث المستمر، كان ممكن السفينه دي تعدي؟ لا ما كانتش هتعدي طبعا، ولا ال 80 سفينه اللي بكره ان شاء الله هيعدوا دول كان هيعدوا. احنا كنا بنتكلم في 45 سفينه و 50 سفينه، ما كانش ال 422 سفينه في حادثه ايفر جيفن كان ممكن نعديهم 100 سفينه في اليوم. لا حاجات كتير قوي احنا ما بنتكلمش، قناه السويس جديده بدون شك وبدون تفكير، نقل التصنيف القناه من مكان لمكان اخر خالص، خلت هو اقصر طريق فعلا وامن طريق. امن طريق دي مهمه برضو طبعا، لان انت يعني امن طريق اقصر طريق، ان انت بيبقى عندك قناتين مش قناه واحده، ممكن تنتقل لقناه اخرى في حاله حدوث لا قدر الله حاجه، يبقى عندك قناه ثانيه. اقصر طريق بقى بياخد 10 ساعه بدل ما كان بياخد 22 ساعه، والتايم طبعا ده فلوس بالنسبه طبعا للتجاره العالميه، والتجاره طبعا فلوس، انت بتوفر له 50% من زمن العبور. مع سفن عملاقه ما كانتش بتعبر قناه السويس قبل كده، لو انت اتاخرت شويه كنت هتفقد كتير جدا، كان كل السفن مش بتقدرش تعبر عندك، تمر قناه رجال صالح ان الاعماق عندك ما تسمحش. فقناه السويس جديده لا، زودنا الاعماق 66 قدم، احنا بنعمل مشروع جديد دلوقتي بنزود الاعماق في الجزء ال 40 كيلو في الجنوب دول 72 قدم. فاحنا القناه الحمد لله بتتطور وفي مشاريع عملاقه يوم بيوم، يعني المياه بتجري والمشاريع معاها بتجري كل يوم، ما بتوقفش قناه السويس عن التطوير ومحاكاه التطور العالمي اللي بيحصل في الشبل. وتستمر منظومة عظيمة. أنا بشكرك جدا جدا سيادة الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس.